بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. راح نحكي اليوم إن شاء الله بإذن الله عن طريقة من ضمن الطرق اللي الخاصة بالنمبرز إن الجافا سكريبت. الطريقة دي تسمع يا شباب اسمها is finite. ده سؤال أم أنت متعود بقى من كلمة is، أعرف إن النتيجة بتكون عبارة عن يا إما true يا إما بتكون عبارة عن false. بوليان لو كانت الرقم finite بتبقى النتيجة true، لو كان مش finite بتبقى النتيجة false. finite أو مش finite معناها إن الرقم يعني محدود، يعني ليه آخر ولا ملوش آخر. مثلا لو أنت قلت أنت بتحاول تسأل بتقول والله is finite وبتحط الرقم اللي أنت عايز تتسته، ها تشوف لي اخر ولا لا، فرقم 1 2 3 او 123 لان النتيجه راح تطلع لك ترو، ان الرقم ده بالفعل ليه اخر. حتى لو كان قيمه سلبه النتيجه برضو راح تطلع لك ترو. وممكن تجري جوه عمليه حسابيه زي 5 ناقص 2 بيطلع لك 3، او رقم 3 ده رقم منتهي. الصفر ده رقم له كيان ومنتهي. اما لو جيت تستخدم مثلا string فهو هيطلع لك نتيجه فولس، لان ده مش بيمثل رقم منتهي عنده. في اي سترينج او حتى لو كان اي حاجه ما بين دبل كوتس بتمثل ارقام غير منتهيه عنده، فبالتالي بيبقى النتيجه لا ده مش فينت، ده رقم مش منتهي لانه اصلا مش رقم. حتى لو كان ديت فبالتالي هو محطوط ما بين دبل كوتس، فبالتالي بيتعامل كانه معامله السترينج. الكلمه انفينيتي نفسها واحده من ضمن كلمات الريسيرف في الجافا سكريبت، وده معناه انت بتحاول تشوف حاجه انليميتد يعني، فبالتالي النتيجه هتطلع لك فولس لان دي حاجه مش منتهيه. نفس السيناريو بيحصل لما تقسم صفر على صفر بيطلع لك النتيجه فولس، لان ده عمليه او سلاسل لا منتهيه من العمليات، فيعني ايه مش منطقي انك تقسم صفر على صفر. ده بخصوص الميثود از فينيت. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.